بسم الله الرحمن الرحيم. ده السكشن الثامن في الالكتروكيمستري، هنخش فيه في الابلكيشنز اوف الكتروكيمستري. هنتكلم اكتر على المسائل والتطبيقات في المسائل، مش على النظري اللي موجود في المحاضره، وهنحل شويه مسائل من شيت 7. في الحقيقه السكشن يعتبر كله تقريبا حل مسائل من شيت 7. هنعدي بس على كام نقطه سريعه قبل ما نخش في الحل. اول حاجه هي البروجكت ايكونومكس. في اي ايكونومك ستدي عندنا فيكست كوست او فيكست كابيتال انفستمنت وبرودكشن كوست. بالنسبه لنا في الالكتروكيمستري الفيكست كوست هتبقى هي الرياكتور بتاعنا اللي هو الالكتروكيميكال سيل نفسها، والبرودكشن كوست هيبقى الانرجي كونسامشن او الكهرباء اللي احنا بندخلها في السيل دي، زائد برضو ان احنا ناخد في الاعتبار البامبنج كوست، بما ان الالكترولايت ده احنا هنبقى بنعمله بامبنج لو دي continuous process. بالنسبه للسيل كارنت هنجيبه ازاي علشان نجيب الانرجي او الباور هي اي في الفي، الكارنت في الفولتج. فالكارنت هنجيبه منين؟ احنا غالبا هيبقى عندنا البرودكشن ريت اللي هي W over T، واحنا هنا عندنا الاي والاف دول معروفين، يفضل عندنا الاي نقدر نجيبها بمنتهى السهوله. بالنسبه للسيل فولتج اللي هو الفي، الاكتوال فولتج اللي احنا هنحطه من الباور سبلاي بتاعنا، هو الاي سيل اللي احنا بنحسبها من نيرنس ايكويشن. وبعدين ناخد في الاعتبار بقى الفاكتورز بتاعه الفولتج دروب في الالكتروكيميكال سيركت على بعض بقى، اللي هي اول حاجه كاثود اوفر بوتنشال على السيرفيس بتاع الكاثود، انود اوفر بوتنشال على السيرفيس بتاع الانود، والاي ار دروب او الريزيستنس الفولتج الدروب اللي بيسببه الالكترولايت ريزيستنس جوه السيل نفسها، والاي ار اللي في السيركت اللي هو الفولتج دروب اللي بيسببه ريزيستنس بتاع الوايرنج بقى في السيركت بره الالكتروكيميكال سيل. الانرجي كونسامشن في الاخر زي ما قلنا بي بتساوي اي في، الانرجي نفسها هي الباور في التوتال تايم اللي احنا بنحسب في الانرجي كونسامشن سواء بير داي بير مانث بير يير، والكوست اوف انرجي دي الانرجي اللي احنا حسبناها في الكوست اوف 1 كيلو وات اور. اليونت الستاندرد بتاعتنا في الصناعه هي الكيلو وات اور، وده اللي احنا بنحسب او بنتحاسب بيه اصلا. حتى في البيت عندنا لما بنيجي نحاسب الكهرباء بتلاقي مكتوب كيلو وات اور مش جول. والكيلو وات اور ده عباره عن كام جول، عباره عن 3600 كيلو جول او 3,600,000 جول عادي. عشان كده طبعا احنا بنستخدم يونت اكبر شويه ان احنا نتعامل مع الحاجات في الصناعه وكده، بدل ما بنتكلم عن حاجات صغيره. بالنسبه للكونفيجريشنز بتاعتنا في الالكتروكيميكال سيلز، احنا عارفين ان اي سيركت يا اما ممكن نوصلها ان سيريز او ان بارلل. فادي الجدول البسيط بتاعنا، الكونكشن سواء سيريز او بارلل، الالكترود في الحاله بتاعت السيريز او البارلل في الصناعه بقى بيبقى بيتصرف ازاي، مونوبولر ولا باي بولر. مونوبولر يعني يتوصل بس بترمينال واحده او بيؤدي وظيفه واحده يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. باي بولر يعني بيؤدي الوظيفتين، وهنبص دلوقتي في الكونفيجريشن ده هنشوف ازاي بيعمل الحركه دي. لكن الكرنت والفولتج ده طبعا مش محتاجين نراجع عليه، يعني المفروض ان احنا عارفينه كلنا. السيريز الكرنت اللي معدي في سيل واحده هو اللي بيعدي في كل السيلز، والفولتج بيتقسم على السيلز دي، كل سيل بتاخد فولتج دروب معين. اما البارل الاي بتتقسم على السيلز زي ما احنا شايفين هنا في الفيجر ده، والفولتج لكل سيل هو الفولتج اكروس الباور سبلاي او التيرمينالز بتوع الباور سبلاي. خلينا نبص من اليمين للشمال. من اليمين الباي بولر اللي هو ان سيريز، الباي بولر ده عباره عن الكترودز والتو سيرفيسز بتوعهم متوصلين ب الالكتروكيميكال سيلز. ففي ناحيه هيبقى شغال نيجاتيف، وفي ناحيه تانية هيبقى شغال بوزيتيف. مش لازم يبقى نفس الماتيريال، ممكن يبقى في شبكه، والشبكه دي متوصل عليها من الناحيتين، ملزوق فيها سيرفيسز كده للماتيريالز المختلفه للانود والكاثود. فهنا ما بيبقاش في وايرنج، بيبقى كل سيل من دول فيها الفولتج اللي احنا محتاجينه، وبالتالي يبقى التوتال فولتج اللي احنا محتاجين نسبلايه هو
ال N مضروب في ال في ال voltage drop across each cell. المونو بولر الكترودز ممكن برضو توصلوا ان بارل. تخيلوا كده لو احنا عندنا حوالين التو الكترودز الاولانيين دول بيكر هنا او كونتينر، وكونتينر تاني حوالين الاثنين دول، وكونتينر تالت حوالين الاثنين دول. ففي الحاله دي احنا موصلين مونو بولر الكترودز في كونفيجريشن سيريز. المونو بولر الكترود في الطبيعي لما احنا بقى هنقابلهم في المسائل دلوقتي هنعتبرهم دايما متوصلين ان بارل. يعني مونوبولر هنعتبره باي ديفولت بارلل، باي بولر هنعتبره باي ديفولت سيريز زي ما احنا شايفين هنا. فالمونوبولر ممكن يبقى متوصل كده كلهم محطوطين في نفس التانك، وجوه نفس التانك متوصلين بالباور سبلاي ومتقسم عليهم السلك او التيرمينال البوزيتيف والنيجاتيف زي ما احنا شايفين هنا alternating كل واحد بعد التاني. خلينا نشوف كده مثال الليد اسيد باتري، هل هي متوصله parallel or series؟ ايه هي الليد اسيد باتري؟ هي البطاريه بتاعه العربيه، وطبعا احنا كلنا بنتعامل معاها كل يوم تقريبا. الليد اسيد باتري هي عباره عن 12 فولت باتري. في الحقيقه السيل الواحده من دول بتدينا 2 فولت. لو احنا بصينا على الالكتروكيميكال سيل نفسها بتاعه الليد اسيد باتري هنلاقيها بتدينا 2 فولت. فنبقى عارفين طبعا من غير ما نبص ان ده متوصل ان بارلل عشان سوري ان سيريز عشان يدينا ال 12 فولت. وده احنا هنقدر نشوفه من هنا، ادي البوزيتيف والنيجاتيف تيرمينالز بتوع البطاريه، وادي السيريز كونكشن، السيل دي بتوصل للسيل دي والسيل دي بتوصل لبعدها وهكذا لحد ما نوصل ال 12 فولت بتاعنا. لكن جوه السيل الواحده اللي مكونين البطاريه كامله، جوه السيل الواحده عندنا كذا الكترود سيرفيس متوصلين ان باراليل. ده علشان نقدر نبروفايد سيرفيس اريا اعلى للرياكشن، وبالتالي كارنت اعلى او عدد من الالكترونز بير سكند بينتج من الرياكشن اعلى، فنقدر نوصل في الاخر باور اعلى من البطاريه دي. تمام. فيبقى زي ما احنا شايفين هنا الاحمر هنا 3 الكترودز متوصلين بنفس التيرمينال هنا ان سيريز، والازرق برضه نفس الكلام 4 تيرمينالز هنا عاملين زي ساندويتش الترنيتنج اهو 1 2 3 4 كده متوصلين برضه بنفس التيرمينال. وادي فيديو سريع بيوري لنا الليد اسيد باتريز. هتلاحظوا هنا في اتنين تيرمينالز، التيرمينال اللي بعيده شويه والتيرمينال القريبه، بس في الحاله دي هم لازقين في بعض قوي معمولين زي كيك. دي في ما بينهم ميمبرينز بتفصل ما بينهم، والميمبرينز دي بتبقى ممتصه زي السفنج كده ممتصه الالكترولايت بتاعنا، ودي اللي بيسموها البطاريات الجافه اللي هي ما بتبقاش فيها ليكويد متساب كده، الليكويد بيبقى على قد الممبرين اللي ممتصه ده. الممبرين ده بيبقى حاجه عامله زي سفنجه او زي اي فابريك مبلول بالميه وخلاص، وبيبقى لازقين التو الكترودز في بعض وما بينهم بس الكم ملي متر بتوع الممبرين دول. نبدا نحل المسائل مع بعض. اول مساله بيقول لنا عندنا ووتر الكتروليس السل بتنتج 1000 متر مكعب هيدروجين بير داي، عايزين نعرف الالكترود اريا given that the current density is 100 ملي امبير بير سنتيمتر سكويرد. حسبنا الكرنت دنسيتي لقيناها 100 ملي امبير بير سنتيمتر سكويرد اللي احنا هنشتغل عليها. فادي الحل بتاعنا، نمبر اوف مولز هنجيبه الاول بي في انر بتساوي انر تي، جبنا النمبر اوف مولز بير داي، وعندنا ال W بتساوي نمبر اوف مولز في موليكولار ويت بيساوي من فاراديز لو. الكلام ده نختصر المعادله دي نطلع الكرنت لوحده في ناحيه لوحده، هنلاقي الاكسبريشن ده كله موجود معانا. ال n جبناها فوق، نمبر اوف الكترونز في التفاعل بتاع الهيدروجين ايفوليوشن باتنين، فاراديز كونستانت عارفينه، التايم اللي هو 1 داي عايزين طبعا نحوله لسكند عشان شغالين اس اي، فيبقى 24 ساعه وكل ساعه فيها 3600 ثانيه. نطلع على طول كام امبير محتاجينه للسيل دي. طيب لو احنا معانا الكرنت دنسيتي يعني قد ايه كرنت هيعدي في الـ في البريونت اريا،
ومعانا التوتال كارنت نجيب الاريا ازاي، هي التوتال كارنت على الكارنت دنسيتي، بس ناخد في الاعتبار الايتا دي، الايتا اللي هي الكارنت افيشنسي، انا هنا اعتبرتها 90%، في الطبيعي 90 95 97 99 هكذا يعني، في الرينجات دي نفترضها في الرينج ده وخلاص. هنطلع تقريبا 100 متر مربع، انا افترضتها كده عشان تطلع رقم متظبط يعني معايا. problem 2 بيقول عندنا كلور الكالي اندستري لو في سيل بتنتج 20 طن في اليوم وكرنت افشنسي 97%، عايزين نعرف الكرنت ريكوايرد. فدي مسألة في خطوة واحدة تقريبا من فاراديز لو، هو اوريدي مدلنا ال W بس احنا بنشتغل بالجرام، خلوا بالكو هو مديهالنا بالطن، فالطن فيه مليون جرام، ونحسب من هنا على طول نطلع الكرنت بكام. المسألة الثالثة عايزين نعمل ديزاين لهيدروجين برودكشن بلانت with a capacity of 10,000 متر كيوب بير اور، وقال لنا ان احنا عندنا مونوبولر تانك تايب ووتر الكترولايزر. مونوبولر اتفقنا ان ده دايما بنعتبره سيريز، سوري بارلل، اللي هو اللي كان مونوبولر التايب اللي على الشمال في الدياجرامز بتاعتنا، اللي متوصل ان بارلل مع الباور سبلاي التيرمينالز البوزيتيف والنيجاتيف. السيل الكترولايت عبارة عن 25% بوتاسيوم هيدروكسيد وشغالين عند 70 ديجري سلسيوس. الكرنت دنسيتي 2500 امبير بير متر سكويرد، والسيل بوتنشال 1.85. عايزين نعرف الالكترود اريا ريكويرمنتس، دي زي المسألة الأولى بالظبط، وعايزين نعرف الانرجي كونسامشن ان كيلو وات اور بير يير. يبقى احنا عايزين نشوف الالكترود اريا وعايزين نجيب الانرجي كونسامشن. فاول ثلاث خطوات دول بالظبط زي المساله الاولانيه، نجيب الان، نرجع من فاراديز لو نجيب الاي، وجبنا الاي نقدر نجيب الاريا، هي الاي اوفر الاي، الاي سمول او الكرنت دنسيتي. الباور هي الفي في الاي، الفي ده لنا 1.85، الاي احنا لسه حاسبينها فوق هنا اهي، تطلع بالوات. احنا بقى عايزين نحول الوات ده لكيلو وات اور بير داي بير يير، وهنعتبر ان السنه سنه الشغل في المصنع 300 يوم بس، مش 360 او 330. فعندنا الرقم بتاعنا اللي هنا ده، اول حاجه نحوله من وات لكيلو وات بان احنا نقسمه على 1000، وبعدين عايزين اور بير يير. الاور بير يير السنه فيها كام ساعه؟ 24 ساعه في 300 يوم، يبقى كده ده الكونفرجن فاكتور اور بير يير على بعض كده. نطلع في الاخر الرقم هيطلع معانا بكام. المساله اللي بعدها بيقول for a plant producing 100,000 طن من الالومنيوم per year if you know that the atomic weight of aluminum is 27 estimate the اول حاجه الانوال كونسامشن من البوكسايت اور اللي هو 80%، دي طبعا سامبل ماتيريال بالانس، هنحط المعادله بتاعتنا الالومنيوم اوكسيد يدلنا الالومنيوم واكسجين، ونشوف ال 100,000 دول هنحتاج لهم قد ايه الومنيوم اوكسايد، نقسمها على 80% عشان نطلع البوكسايت. الالكتريك انرجي كونسامشن كيلو وات اور بير يير، نفس اللي عملناه المره اللي فاتت. والالكترود اريا ريكويرمنتس، محتاجين قد ايه الكترود اريا، وميك اني ريزونبل اسامبشن. طبعا عشان نجيب الكترود اريا كان لازم نعرف الكرنت دنسيتي، فاحنا هنفرضه من ضمن الاسامبشنز. طبعا احنا بنفرضه في رينج قد ايه، احنا المفروض في المحاضره نفسها اخدنا بقى الصناعه بتاعت الالومنيوم وعارفين السيل فولتج قد ايه، الكرنت دنسيتي في الرينج من كام لكام، الكرنت افشنسي برضه في رينج من كام لكام. فدي الاسامبشنز اللي انا اشتغلت بيها علشان لو عايزين تحلوا بالخطوات تطلعوا نفس النواتج. دي المساله دي ترايل اون شبه اللي فاتوا بالظبط، بس ممكن تمشوا ايديكم فيها شويه، ودي النواتج اللي انا طلعتها بالاسامبشنز دي. المساله اللي بعدها بيقول عندنا ووتر الكترولايزر الفلتر بريس تايب. الفلتر بريس ده اللي هو الباي بولر اللي اتفقنا دايما بيبقى ان سيريز. الباي بولر ده اللي هو كان الالكترود الواحد ليه تو سيرفيسز دايركتلي كونكتد للسيلز من غير اي كونكشنز في النص ولا حاجه، هو نفس الالكترود بس كل سيرفيس بيتعامل على انه تيرمينال مختلفه بوزيتيف ونيجاتيف في السيلز اللازقه في بعض. الهيدروجين برودكشن ريت ده 45 متر مكعب في الساعه،
وعند الاس تي بي ادالنا كمان ان المتر المكعب من الاس تي بي ده بيكافئ 0.0446 كيلو جرام مول عند الاس تي بي. الكرنت دنسيتي 5000 امبير بير متر سكويرد. وكمان ادالنا بقى ايه الاكوليبريم سيل بوتنشال والاي ار دروبس او الفولتج دروبس المختلفه في الالكتروكيميكال سيل بتاعتنا اللي هم الكاثود والانود اوفر بوتنشلز والاي ار دروبس في الالكترولايت والهاردوير او الوايرنج بتاع السيركت الخارجيه بتاعت الالكتروكيميكال سيل. الالكترود اريا في كل سيل من دول بواحد متر مربع. عايزين نعرف الالكترود اريا ريكويرمنتس بالمتر المربع والنمبر اوف سيلز اللي احنا محتاجينها. عايزين نعرف الانرجي ريكويرمنتس بالكيلو وات اور بير داي. وبس كده خلينا نخش على الحل. النمبر اوف مولز ناخد بالنا ان هو كان شغال بالكيلو جرام مول لما ادالنا ال 0.0446 دي فنحولها لجرام مول لان احنا في فاراديز لو شغالين اس اي. وبعدين نطلع الكرنت من هنا زي ما احنا متعودين عادي. نخش على الاريا هنلاقي ان الاريا طلعت معانا 21.5. طبعا ما ينفعش لما نيجي نقسمها على واحد ونجيب النمبر اوف سيلز ما ينفعش نقول 21.5 سيل، فدايما هنقرب للاكبر علشان نكفي الاحتياج بتاع الانتاج بتاعنا، فهيبقى محتاجين 22 سيل. الفولتج الاكتوال فولتج في الالكتروكيميكال سيل دي هيبقى هو الماينس 1.2 ماينس كل بقى الدروبس اللي هو اداها لنا. وبعدين عشان نجيب الباور هو الفي في الاي في النمبر اوف سيلز لان كل سيل من دول محتاجه 2.2 فولت فولت علشان تعمل الالكتروكيميكال رياكشن ده. طب احنا عندنا كام سيل؟ عندنا 22 سيل، يبقى احنا محتاجين اوفرول فولتج اللي هو 22 في 2.2 من 10. الكلام ده مضروب في الكرنت اللي ماشي جوه كل السيلز دي ان سيريز. نطلع الباور بالوات هتطلع قد كده. الباور لما نيجي نحسبها بالكيلو وات اور بير داي هتطلع حوالي 125000 كيلو وات اور بير داي. المساله السادسه والاخيره بيقول عندنا اندستريال الكتروليتيك بروسيس هاز رو ماتيريال كوستس اوف $1 بير كيلوجرام اوف برودكت اند كابيتال اند ليبر كوستس اوف $5 بير الكتروليسيس سيل بير داي independent of whether any product is made or not. يعني في product انتج منتجش احنا عندنا $5 هيدفعوا للكابيتال والليبر كوستس. السيل بوتنشال فور اي اكبر من 1 امبير نقدر نحسبه من المعادله دي. والبيتا بتساوي 1 فولت، الار 0.1 اوم، والاي نوت ب 1.5 فولت. الكوست اوف الكتريك باور از $0.1 بير كيلو وات اور. Assume that 50 grams of the product is produced per Faraday of charge post. احنا كل فراد هينتج 50 جرام. The current efficiency 100% عشان نسهل على نفسنا. وال plant runs 24 hours a day. عايزين نعرف ايه بقى؟ عايزين نعرف ال optimum current per cell for minimum cost per kilogram of product. يعني احنا لو عندنا ال costs اللي فوق دي والكوست بتاع الكيلو وات اور ده وهننتج 50 جرام وهنشتغل 24 ساعه في اليوم، عايزين نعرف ايه الاوبتيمم كارنت اللي نشتغل عنده. اول حاجه هنجيب الاوبتيمم كارنت، وبعدين لما نجيب الاوبتيمم كارنت ده واتس ذا برودكشن بير سيل بير داي، يعني السيل الواحده هتنتج قد ايه. وات ار ذا كوستس بير كيلوجرام فور الرو ماتيريال الكابيتال and labor والالكتريك انرجي، يعني التلات عناصر او التلاتة elements المؤثرين في الانرجي في الكوست اللي اداهم لنا كل واحد منهم هيبقى التوتال بتاعه قد ايه بالنسبة لنا في الاخر. وبعدين بيقول if the cost per kilowatt hour is doubled، يعني احنا لو عندنا السعر ده بقى 0.2 what would be the optimum current. نرجع نعيد الحسابات تاني على ال 0.2 dollars per kilowatt hour. وبرضو what would be the total cost of the product. تمام، المسألة دي assignment حلوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها، سواء numerical تعملوا drag في excel table وتشوفوا ال optimum امتى، طبعا ال current هيقعد ينزل ينزل وبعد كده يرجع يطلع تاني،
او عايزين تشتغلوا على المعادله اللي فوق دي وتعملوا لها ديفرنشيشن وتحسبوا الاوبتيم كارنت بالمعادله برضو اوكي، بالحاله دي اوكي، في الحاله دي اوكي، الاثنين هيطلعوا نفس الناتج. كده احنا خلصنا السكشن بتاع النهارده وخلصنا الابلكيشنز بتاعت الالكتروكيمستري، والموضوع بسيط شويه، المسائل اللي احنا بس بنطوع العلاقات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في ال actual industrial cases. المرة الجاية آخر سكشن هنتكلم عن الكروجن، ويبقى كده احنا خلصنا الالكتروكيمستري. شكرا والسلام عليكم.